العار انا مزوقه فيكم راني ما حاملاش، ولكن راه الموضوع كبر لدرجه انا كيتلاقاوني الفاميله في الزنقه الكبيدات كيقولوا لي الله يفكك على خير. لي بروف زعما انتو الشعب ما تقدروش تهضروا معاهم، فاش كتهضروا معاهم تنوليو في قله الاداب. قال له عافاك واخا تعاود تشوف لي ورقتي ولا ما عرفتش حاجه بحال هكا، ويقول له ومن بعد صحاب كان سالي ما عرفتش نجي تخوفك هادشي. صافا الفاميلا شخباركم؟ صافا جوج كيوقفو جوج كيشوف كليبات. صافا شخباركم؟ كيدوزتو نهاركم؟ كيدوزتو البارح؟ شكرا على البنات كيسول عليا ملي كنغبر، والبنات وحرفتو ميساج راه قتلني بالضحك. وحده صيفطات ليا سارة انا راني عارفك مغبرك علينا غير تقالة. ايوا تقالة اختي وراه عندي نعم ماكله. العار انا مزوقه فيكم راني ما حاملاش، راني ما حاملاش كنقيك نقولها لكم راه ما حاملاش. هنايا بقات لي كريشه مور سيزاريان حيت قصاي والتوب سيزاريان، وعامره بالماكله الماكله 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 فقط الكرش مع الغلظ. البنات اللي غلاط سي نورمال تكون عندهم كريشه، الدبدوبات يفهموني ويحسوا بيا راه ما حاملاش. مابقاش يقولوا لي حامله راه كتحطموني كتحطموني الاحاسيس ديالي. راني غير كنضحك ماشي حتى لهالدرجه، ولكن راه الموضوع كبر لدرجه انا كيتلاقاوني الفاميله في الزنقه الكبيدات كيقولوا لي الله يفكك على خير. البنات ديال لو سونتر كيقولوا لي راه لي كليونت كيسولونا واش بصح راه حامله، فهمتوا يعني بحال الاشاعه خرجت انطلاقا من واحد الحاجه اللي صحيحه هي انني عندي الكرش ولكن ما فيهاش بيبي فيها الماكله الدهنيات والشعوبات ولي برجر ولي صوص. ودابا ان شاء الله نهار تكون شي حاجه راه نتوما الاول غادي نقولها لكم، غير ما تبقاوش تحطموني. دابا راني انا قلت لكم غلاضيت وعندي كريشه وبادي الريجيم ودابا بديت سبور هاد السيمانه هادي من البارح جاتني طويله من نهار الاثنين وانا بادي سبور. خصكم تشجعوني ماشي تبقاو تقولوا لي عامله، خصكم تبداو تقولوا لي ساره واو ما بقاتش كتبان الكرش كرش كل تلاصق على دارك غير نافقوني غير شجعوني باش ماني اش نقول صافي كيشوفوني غليظه صافي خليني. لي زامي اليوم عندي واحد السوجي نهضروا بعقلنا. دابا البارح درنا الماكياج، اليوم نهضروا على ان سوجي تري تري امبورطون بور لي ستوديون ديال لي فاك. انا ما عرفتش واش كاع لي فاك عندهم لي ميم بروبليم ولا غير لا فاك ديال قنيطره. الوغ انا جاي بتي فخير اللي كيقرا في لا فاك ديال قنيطره. فازي خويا دوز. قلت لك جاي بتي فخير، قلت لكم جاي بتي فخير اللي كيقرا في لا فاك ديال قنيطره ابنو طوفيل. الا كاين شي واحد فلافاك خدام والحاجه كيشوفنا زعما جو في بيان الميساج يوصل، باسكو كاينين بزاف ديال لي زيتوديون اللي باغيين يقراو ولكن ما لاقينش مع من يقراو. لي بروف زعما انتو الشعب ما تقدروش تهضروا معاهم، فاش كتهضروا معاهم تنوليو في قله الاداب. ولي جون تبارك الله عليهم راه كلشي عنده نفسه، ودوك لي دوك لي بروف راه تبارك الله هما عندهم وليداتهم راه عيب داكشي اللي كتبقاو ديروا في ولاد الناس فريمون. وشنو الاخر حاتم بلوزيغ فوا عنده واحد بروبليم مع واحد لو بروف كي جو سوي سيغتان هاد لو بروبليم ما غيكونش عند مون بتي فخيغ ولكن غيكون عند بزاف ديال لي جون. دايما الاضرابات بعدا بغا يدير دابا ان ترونسفير بغا يدوز يبدل ايكونومي ياك ما بقاش باغي يبقى في داك الدغوا فرونسي باسكو دائما الاضرابات ودائما عنده مشكل مع ان سول بروف. قال له عافاك واخا تعاود تشوف لي ورقتي ولا ما عرفتش حاجه بحال هكا، ويقول له ومن بعد صحاب كان مسالي ما عرفتش نجي تخوفك هادشي قله الادب سورتو فونون دان بروف جوستومون. انت بروف عيب انت راه منك تتعلموا منك تتعلموا الناس منك تتعلموا هادوك لي جون اللي طالعين منك، خاصك انت تعطيهم اون شانس وتحليهم بيبان باش ربي يسهل عليك ويسهل لك على وليداتك. راه كيف ما كتعامل مع دوك لي جون ربي غادي يتعامل لك انت مع وليداتك، وحق الله العظيم ربي ما يسهلش عليهم بوتيتخ في الخدمه بوتيتخ ربي ما يعطيكش الاولاد بوتيتخ ربي ما يعطيكش الصحه. ضروري سيدي ربي يحيدك شي حاجه حيت كما تدين تدان في هذه الحياه اون جينيرال. انا كنامن في هذه القضيه هذه والله الا مي بارون كانوا غادي يجيو يسكنوا في كازا باش حاتم يقرا هنا في اونيكول في كازا وداكشي. دونك المهم حتى الرباط ماشي بعيد، غير هي انا كنهضر اون جينيرال على لافاك. الناس مساكن اللي ما بامكانهمش انهم يمشيو يقراو في دي زيكول ولا هذا، راه الحياه ماشي هي لي مويان. الحياه راه ما تدورش اوتور دو لارجون وي دون ان سونس بزاف الفلوس كيحلوا زعما بيبان، ولكن انا كنهضر دابا لوجيكمون على كاع الناس على الشعب
اللي خاصو يقرا على ولاد اللي عندهم قريحة ديال القرايه باغيين يقراو يسو موتيفي باغيين يقراو باغيين يحفظوا باغيين ينجحوا باغيين يوصلوا باغيين يخدموا دغيا علاش كيضيعوا هاد الاعوام علاش دائما بحال دابا حاتم كان باغي يدير ترانسفير ما لقاش مع من يهضر اشاك فوا باغي يمشي هاد لو بروبليم اي بو با لو جيري وشوفت شوف اي جو تروف كو هادشي زعما عيب في حق هاد لي جون عيب بدات خدنا اليوم نهضر بفمهم كاملين ما عيب في حقهم نكمل لكم الهضره بقيت كنقول هاد الناس المسؤولين عافاكم الناس مسؤولين على لي فاك راه شرف لينا ولبلادنا ان ولادنا يقراو واننا نشجعوهم وانهم يكون عندهم يكون امينيموم دو كونفور انا ما كنطلبش شي حاجه ديال المدارس الفلوس وداكشي بوتيت خنجيكم دابا انا هي كنخربق ولكن راه زعما كنقول سي لو مينيموم راه هما باغيين غير يقراو وانتم زعما خاصكم تاديو هذا الواجب ديالكم حيت انتم هذاك لو ميتي ديالكم كل واحد بحال انا الا كان عندي اميتي انني معلم خاصني نوصل واحد الدرس لهذوك التلاميذ خاصني نوصلو كيف ما وصلني انا النهار الاول ولا كيف ما انا فاهمه باش انا نعاون دوك الناس يقراو راه كنهزو ببلادنا علاش لي شومور حنا عندنا كثارين دائما كتلقاو البطاله كثيره 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 الناس بزاف كنعرفهم ما خدامينش ما لاقينش فين يخدموا وما قاريينش مزيان وما تحلاتش لهم فرصه انهم يقراو دونك انا كنهضر ايه على الحقوق ديال لي ستوديون في لي فاك سي تو سكو جو زعما الا كنت غلطه قولوا لي الا كان ماشي من حقي نهضر في هذا لو سوجي هذا ولكن انا مون فريغ كونسيرني دونك بوتيت ما عمرني تحت الفرصه انني نهضر في هذا الشيء ولكن دابا حيت تنحسوا براسنا كونسيرني حيت حاتم حتى هو كان في هذا لا سيتوياسيون هذه انا كنهضر على لي بروف واجب ديالكم انكم توصلوا تقريو راه واجب ديالكم راه خدمتكم هذيك داكوغ غير يكون شويه ديال الاداب جو سوي سيغتان كو ميم التلاميذ كاينين شي تلاميذ اللي بعض المرات تيكونوا كيقلوا الاداب على الاستاذ بوتيتر الاستاذ دائما كيدير اون باريير بيناتهم كيبين القباحه بور سو بروتيجي بوتيتر مي تنقول زعما غير ان مينيموم لهذوك الوليدات ها الله يسهل عليكم عافاكم قولوا لي واش نتوما كاملين متفقين معايا ولا لا زعما نوضوا نهضروا في هذا لو سوجي باسكو سي ان سوجي اللي بزاف ديال الناس كيضيعوا الاعوام باسكو هذيك ديال ابن طفيل كانت من احسن لي فاك انا عارفه في المغرب مي دابا كنشوف دائما كاينين لكم دائما الاضرابات ولا فيغيتي انا جو تروف كو هذا لو سوجي هذا زوين والله الا زوين علاش حيت نهضروا غير على القرايه وحق ماشي زعما ما كنهضروش ما كنطالبوش بشي حاجه ما كايناش بدات كنت انا كنقدر نكون في لا ميم سيتوياسيون كنت انا بغيت شي نهار نمشي نقرا في لافاك بحالي بحال الناس وداك الشيء من حقي نهضر على شي حاجه ما عجباناش جو سي با سي فوزيت داكور دونك كاع الناس اللي الى عجبكم هذا السوجي هذا نهضروا عليه وندافعوا على هاد الوليدات حيت حقهم ماشي حيت ما كيخلصوش الفلوس ما يكونش عندهم حق في لافاك بالعكس فهمتوا راه بعض المرات وحق الله العظيم الانسان كيقول لك ماشي مشكل انا نخلص هذا الاستاذ وندير ليه ونفعل ليه باش يحط لي النقط ولا غير باش يصحح لي الورقه ديالي راه صافي طار هادشي ما خاصوش يكون حيت داك الاستاذ الي اوبليجي يقرا زعما يصحح ليك الورقه ديالك ويعطي كل واحد الخاطر ديالو ويدير الواجب ديالو والله تعصبت بقيت كنهضر وبقيت كنفكر بزاف فهاد لي جون اللي خاصهم يقراو وخاصهم يوصلوا كيضيعوا لهم اعوام من عمرهم وبدات الباك ديالهم حتى هو يموت ليهم خاصهم يديروا دي باك لي بقى عاوتاني وسير عاوتاني وعاود من الاول وهذا دونك الصراحه جو تخوف حرام 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 زعما وحق الله الله يعطينا درهم د الحلال قسما بالله الله يعطينا درهم د الحلال وهاد الاساتذه هادي الله يبرد قلوبهم على هاد الوليدات يا ربي يا ربي يا ربي تبرد قلوبهم على هاد الوليدات والله يجازينا كاملين والله يعطينا غير اللي فيه الخير لينا ولوليداتنا والله مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار